أستاذ سهيل، طبعا أعلن تمام العلم أن الشركة المسؤولة عن حجز التذاكر شركة محترفة على أعلى مستوى، ومن وقت الإعلان عن إقامة المباراة وحجز التذاكر كان السيستم أونلاين لكل المشاهدين ولكل المتابعين ولكل من يرغب في حجز تذكرة المباراة. جماهير النادي الأهلي حجزت التذاكر منذ فترة طويلة بعد عرض التذاكر عبر السيستم، أعتقد الموضوع انتهى في وقت قياسي، مظبوط؟ نعم، جمهور الأهلي من بدري بدأ الشراء تقريبا، والمعلومة يمكن أول 3 ساعات، وهذه أول مرة أذكرها، أول 3 ساعات منذ طرح البيع تقريبا 40% من جماهير الأهلي خلصت. أول 3 ساعات من طرح التذاكر 40% من الساعة المقررة للنادي الأهلي جماهيره حجزتها بالكامل. نعم، فتح هم بدأ البيع عندنا في أبو ظبي الساعة 6 4 بتوقيت مصر. تمام. كنا الساعة 9 بتوقيت أبو ظبي 3 ساعات تقريبا بايعين، إلى 40% جمهور الأهلي اشتروا، وهم بدأوا بالمكان اللي بيحبوه اللي هي الثالثة شمال. بدأوا من هناك، وتبدأ يعني في دكاترة الله يحفظهم، في قضاة، في مدرسين، الكل عاوز يروح الثالثة شمال. أكيد. نفسي أعمل نص الملعب كله ثالثة شمال.